الاخبار اللي عمل جدال باش نبداو به الريكاب نتاعنا اليوم اللي هو دخول 96 شاحنه ليبيه محمله بالسكر والزيت والدقيق والارز. اكثر تفاصيل عطيها الملحق أرز مع الروز الروز دونك الملحق الاعلامي لسفاره ليبيا بتونس في برنامج كافي كريم راديو. نعم دخلت الى الان يعني الشحنه الاولى 96 شاحنه محمله بهذه المؤن الاساسيه، من المتوقع ان تصل الى 170 شاحنه محمله بهذه المؤن. تاتي هذه المنحه في اطار الدعم والمسانده من قبل الشعب الليبي الى الشعب التونسي عن طريق حكومه الوحده الوطنيه. هذا الامر ياتي في اطار تكافؤ بدرجه ما، ولما تمر به شقيقه تونس من نقص في هذه المواد الاساسيه بطبيعي كشعبين شقيقين ينقفوا الى بعضنا. واضح دونك مراجع انها باش توصل ل 170 شاحنه حسب ما قالوا. كما قلت لكم الاخبار هذه عامل جدل. نسمعكم مثلا تعليق عفيف الغربي دونك نسمعوه. هما مشكورين ولكن انا الحقيقه حسيتها في العظم حسها من الداخل خاطر وانه ناخذوا في الاعانات نتاع المواد الاساسيه الحقيقه توجع اللي تونس كانت تبعث في الاعانات توجع ما نجم نقول حتى شيء الا انها مؤلمه جدا انه نوصلوا ناخذوا في اعانات نتاع مواد اساسيه معناها سكر وفرينه ودقيق وزيت وكل اكها وعاد يزي في البركه باش نسكروا ونروحوا باش نعملوا اعاده السعدي الزيداني هنا تونس. ان كان تعلقوا ولا نكمل سامعكم باقي التسليمات نعلقوا بهبطني لعدم سعد الزيداني. برنامج هنا تونس زاد مع معز بن غربيه طرحوا نفس الاخبار وكانت برشا تفاعلات. نسمعكم شنو قالوا. ثم الترزيل لتونس وتكبير لهذه الدول الشاشيه ولا التجزيريه القصبيه ولا المغربيه المالوف نتاعهم احنا جياعهم. انا نقول له خويا ساعه المره الاخرى عمل الحركه كيما هكا وتو عاود خويا مرحبا ونتيحوا احنا خاطر احنا تو صحفيين اعطينا معلومه صحفيين جودي بيان اعطينا معلومه ضد تونس وما نجوش تحب المحارم كل هالمزايدات ما حسيتش بها يجيو من عند اخواننا الليبيين فوق راس والعين. اما ها رقمي واتصلوا بيا ونتدخل ولا تغيروا صحيح سفيان بلاوت البارونتيز راهو جينا على الارقام تاعنا الكل هاو قداش بعاوناكم 96 شاحنه وبعد يبعث لك رقمه من عند انسان محترم اخ ابن عمومه واللي هو من ليبيا الشقيقه لكن مش المره الاولى يعني تونس الناس كل تنهش فيها يا خويا اذا كان كل واحد يضرب صلاح بلاده فوق الراس والعين الجزائر وليبيا والمغرب وغيره كيفاش تولي تونس نردوا فيها نقولوا لهم تونس مش تعاود تكفى على الشقيقه وتونس مهما كان مش تبقى هي نواره العالم العربي والمغرب العربي وتونس بظروفها الصعبه الحاليه يعيشوا التوانسه فيها خير حتى الفقراء خير من الجزائر والمغرب وليبيا. انا بكل صراحه نطلب كذلك نطرح تساؤلات حول هذه المعلومات. ايوا صوفيا ما نساوش احنا رانا كنا نبعثوا في الحليب واحنا اللي كنا نبعثوا في الماء واحنا اللي كنا نبعثوا في المكرونه واحنا اللي كنا نبعثوا في ليبيا الكل ربي يعلم شنو صار بينا. الملحق هو راهو الملحق الاعلامي للسفاره هو اللي يتصل بالصحفيين ويبعث يقولوا هاو شنو بعثنا لكم وبلاي يتصلوا بيا خلينا نزيدوا نعطيكم اكثر معطيات. والله انا نعتقد السيد الملحق الاعلامي هذا التصريحات نتاعو سخيفه جدا ونعتقد تضرب في العمق المشاعر نتاع المواطنين سواء في تونس او ليبيا او الجزائر او المغرب. يعني المزايدات هذه انا نعتقد يحبوا يضربوا التقارب التونسي الليبي التقارب التونسي واضح معناتها فهمناكم. سفيان بفرحات تحيه ليه قال كلمه قال فما صحفيين اليوم معطيهم خبر ضد تونس واللي واش تحب المحارب معناتها انا مثلا لاحظتها في صندوق النقد الدولي وقت اللي تأجل معناتها في جام في مش باش يتعطاو معناتها ناس فرحانين سياسيين فرحانين مقدمي برامج بين ظفرين فرحانين ريتو طفينا وكذا معناتها نحس استبشار في وجوههم معناتها تنجم تكون ضد اللي يحكم ما تكون ضد بلادك والان وليس صندوق النقد اللي قضى وقدر تونس تو عنده سنوات حتى كان باش يتبدل مش توا ولكن كيما توا مثلا هذه اهانه معناتها الخبر فيه اهانه ولكن هو من حقه يحكي وكهو معناتها 96 كاميونه من ليبيا وكذا دونك حتى عفيف الغربي تفاعلت معاه ايجابا اما تفاعلنا بحسره والاعلاميين راهو خبر هذا تافه يجي من لوطه من لوطه من لوطه كان نحكينا عليه نحكيو عليه خبر قصير مش بالحوارات وغيره حسب ما قالوا صحفيين. يلا كل واحد يعطي رايه في الموضوع هذا بليل. ولا نحب نقول شكرا ليبيا بريتو كيف قال الاخر ما بيناتناش نحن جيتوا قبل وخليناكم في ديارنا وقت هربتوا من بلادكم احنا دونك استقبلناكم وخليناكم طايشين في الشارع بالعكس هذه حاجه باهيه بالعكس هذه الاخوه مع بعضهم
كما تستحقونا نستحقوكم فهمني ولا ماهيش مشكله ليك تشدونا اي صحيت ماهيش مشكله ديك بالعكس الاخوات مع بعضهم ديما مستحقين كما نستحقيتونا مستحقينكم نحن اليوم بالعكس هذا تو موضوع انتهينا منه. الموضوع الثاني واللي هو مثلا انا نتفكر العباد اللي تفرح مثلا كيف صندوق النقد الدولي وتفرح كيف تصير امريكا تهبط بيان وتفرح كيف ذي بن علي يرحمه مره هبطوا له فيديو في مجلس وزاري حكي عليهم النوعيه ذي نتاع على حاسه السفارات فهمني يقول لك تقريبا هي ممكن الثوره كان مش الثوره انا اقول كان مش الثوره رانا ما فقناش بهم بالحق لحاسه السفارات رزمو جت الثوره باش فقنا بهم هذا كان مش الثوره وقعد في مخنا اللي هما بالحق خايفين ويرعشوا على مصلحة تونس وهمهم الديمقراطية وهمهم هي المشكلة يكون عركة كراسي داير انت عركة دعم عركة فلوس عركة دعم فلوس داير انت قيس سعيد كان يدبر لهم 15-16 مليار يفرقهم عليهم المعارضة والناشطين وكذا تو تصبح نقول له غدوة دبي بالقيس سعيد دوك قال له غالب هذيك قدرنا جينا في وسط عبيد جت تتار هبط علينا بعد 2011 كلاو الأخضر واليابس فرقوه قسموه كروشهم متعبيت ما زالوا ما همش شبعانين ما حبوش يشبعوا ما نعرفش وقتاش باش يشبعوا واضح سفيان شنو تقول والله العظيم نشوف انه الموضوع معناها كبر بالفارق صحيت لانه علاقات الليبيه التونسيه الجزائريه من قديم الزمان يجونا ونمشوا لهم ويقعدوا معانا ونقعدوا معاهم من وقت القديم يجي داويو عنا يجيو معناها مبادلات نتاع معناها ما عندناش مشكله هذه تاريخيا معناها حتى الجزائر كي مرت بأزمة دون لوتون في عهد بورقيبة عاونا وقت المعاونة معناها ماهوش في إشكال هذاك فما ناس أكل تحفر تلوج على المشاكل وتلوج تعمل منها أوه يا أخي في الكورونا أزمة الكورونا مش بعثونا برشا دول برشا عادة الأكسجين ممكن يدفع أكسجين وباش منعنا في الكورونا مش باللي عانيت ونحن بينا بعثنا لإيطاليا وقت بعثنا لفرق طبية معناتها أنا باش يرجعونا الناس نطلبوا ناس مدين يدينا يا كريم تعالى لا باش يقولوا راي تونس في أزمة باش هما بيدهم اللي هذوما اللي كارين البتة واخذين صحافة بتة هذول الجماعة اللي فهمتني ولا متاع المحارم اللي يشرب المحارم اللي قال عليهم السي سفيان فهمتني باش يشيخوا يتفردوا وما طلبنا أي دولة تجب تمر بأي أزمة وبالعكس احنا هذا دليل على أنه ما زالت علاقاتنا مربوطة مع ليبيا ومع الجزائر وما زالت برشا علاقات باية اللي احنا الله لا يقدر تصير الأزمة باش يلقونا معاهم أكيد وإحنا كي تصير لنا أزمة لازم نقوم معاهم واضح واضح شيء. شكرا لك عندك ما تقول هو عندي ما نقول على حاجة بركة على كما كان يحكي سفيان الخبر يظهر عادي معناه تعدينا بأزمات واضح يعني دول الجوار تقف مع بعضها كما كان يحكي بلال خيانه وصارت الحرب ودخلوا لتونس وسكنوا في ديار تونس أما أرض المفهمة أنك ثم ناس في الخفية تخدم ضد بلادها يا اخويا اقف مع بلادك ميسيلش ماكش تحكم انت يا عاون وصلها المشكله ايه؟ اللي يحكي هو اللي وصل لبلادنا ايه؟ هذيك الوقاحه نتاعهم الوقاحه فهمني عارفك اللي احنا نقولوها بالعاميه نتاعنا يقول لك واحد عنده في وجهه خيشه هذاك لا يحشم لا يحيا يسرق سارق هو سارق بلاصته نورمالمون في الحبس ويخرج ويوري في وجهه واضح مع مع نقدنا انا باش نقول مع نقدي لطريقه تسيير الحكومة الآن أنا ضد فضيحة مش فضيحة ضد طريقة التسيير والنقص وكذا ولكن هذوما كي هبطوا لافنيو جاوهم 50 و200 و400 وذاك اللي يستاهلوه معناتها وفي الانتخابات ياخذوا 1% وذاك قدرهم معناتها للأسف أغلبهم اللي خارجين ياخذوا في الدعم من برا وأنا نتحدى الدولة كان تعمل علينا مزية تهبط ليستا في الفلوس بالعملة الصعبة اللي دخلت البرشا توينسا وكل عام تدخلها وليك ال 40 مليار نوفي اللي حكى عليهم رئيس الجمهورية قال لك مشاو الإعلاميين دعم المزية هبط أساميهم هبط أساميهم بالاسم خلي توينسا تعرف أنهم المرتشين خلي تعرف أنه اللي ميحي مع الرياح هبط تو تعرف تو الناس كل تعرف الناس كل واضح يلا